السلام عليكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم. اليوم إحنا داخل مترو بغداد، بنفتر داخل أجواء بغداد، والأجواء جميلة جدا، أجواء ممطرة. اليوم صاعد ويا أخونا أبو أمير ليشوفنا المناظر الجميلة. صح راح تقولون هاي شنو هاي، بس أجواء حلوة مستمتعين إحنا بيها كشعب. طبعا هذا يسمونه مترو بغداد، اللي هو التيك توك بجانب الرصافة، يقدر يوصلك لأي نقطة دالة بأسرع وقت، لأن تعرفون الازدحامات والطرق شوية فترة الدوام أثناء الدخول تصير دائما بالترافيك لايت انتظار طويل شوية، طول نص ساعة أكثر. التيك توك يقدر يختصر لك هذا الوقت لأنه حجمها صغير، وبنفس الوقت أنه يندل درابين وأفرع سهلة. فإحنا نسأل اليوم أخونا أبو أمير، نقول له صباح الخير أبو أمير، أسعد الله صباحك. عادة أنت أكثر نقطة تريد توصل لأبعد نقطة من جانب الرصافة، وين توصل التيك توك؟ يعني وين توصل بالتحديد؟ هي توصل مو ما توصل، بس يعني شلون نقول، ما مسامحين يعني نعبر بها، خطورة صغير يعني سوار الستة ممنوع نعبر بها حتى شاعر فلسطين. نعم أي، بس يعني هسه هيك الأوقات مثلا نقول الصبح نقدر نعبر بها بأي وقت عادي، بس يعني شلون نقول مو من حقنا نعبر، احنا ما مسموح لنا. زين يحتاج لها اجازه تيك توك يعني مطلوبه منكم من المرور؟ والله هو المفروض اجازه ورقم. نعم اجازه ورقم، بس كل ما يسوي لنا اجازه ورقم يكون يسمحون لنا نعبر فيها وين ما كان اعبر فيها، بس انا مو يسوي لي اجازه ورقم وحاصلني بس بالرصافه، انا شنو فائده؟ شنو فائده الاجازه والرقم هي؟ بس ده نشوف انه اقبال ناس كثير على التيك توك، يعني كل ما يصير يقول لك اصعد تيك توك وتعال. ما يصح، على الاسرع على الاسرع على الاسرع. اي زين، تشوف انت بغداد ازدحامات يعني؟ انت بما انه تفتر اكثر شيء بالشارع يعني وشايف الوضع. طبعا العالم قاعد ترغب للتبتن اكثر من السياره، ليش؟ على مود السرعه. نعم. زين استاذنا يا ابو امير، الله يخليك، جانب الكرخ ما شفنا تيك توك، ايش عجب ما سامحي لهم هناك؟ اكو مناطق خمس شعبيه مثل البياحي العامل، يعني هم مناطق شعبيه. اكو مو اكو، بس اكو شيء يعني قليل. نعم. ما سامحين لهم. نعم. هم التكاتك انحصرت فد بس بالرصافه يعني. نعم. قلنا نعلقها صفحتنا رصافه. نعم. اي بس هم الكرخ ما سامحين لهم التكاتك. زين اخونا الكريم استاذنا، ايش قد اسعار التيك توك عاده؟ هذا هو يعني مشروع شاب، لو ما تنصح بيه، تنصح بيه انه الشاب مثلا يبدي تيك توك يبني حياته، لو شو تشوف انت؟ اذا جايبها ويريد يعيش بيها يعني انصح، ليش ما انصح بعد؟ بس كون انصح يعني يكون يطبق القانون، مو انصح يخالف بيها. لا اكو بيهم هوايه يعني ياثرون على الناس يعني بالسيارات، يعني يتجاوز عليه عبره، يصعد الرصيف يضايقه. احنا ليش حكينا على مود هاي؟ انا يكون يطبق القانون، يعني حاله بالسياره هي تعتبر مركبه. هي طبعا حاله مركبه. هي شنو؟ طبعا هاي نقاط جدا مهمة من أخونا أبو أمير، يعني هو صاحب خبرة وتجربة بهذا الخدمة، فدائما يقول أنه لازم الواحد يطبق القانون. صح أنه هي مركبة صغيرة، ولكن تعتبر حالة السيارة وعدم مضايقات المواطنين، يعني هو أكو بعض من البنات شفت أكو تطور أنه دي يصعدون سيارات ويسوقن، بس يعني يرتبكون لما يشوف مثلا أبو توك توك وراء. نعم يقول لك هذا لما ما عنده يعني راس اللي يشيك عليه. نعم. يخافون مو بس البنات، كل العالم التاكسيات والسيارات يخافون منه ابو التكتك. نعم يقول لك هذا اذا فتح صغير راس يشيك عليه. بس نشوف اكو شوارع حلوه نظيفه، نشوف انه اكو جسوره يعني مرتبه، انت شو تشوف بعد؟ اكو يحتاج الوضع انه يحتاج بعد تعمير؟ طبعا ان شاء الله ان شاء الله جاي اكو شغل، وان شاء الله بعد للاحسن ان شاء الله. انا اشكرك جدا جزيل الشكر، والله يحفظك يا رب، اشوفك يا ربي دائما بالموفقيه والنجاح. حبيبي. طبعا يا اصدقائي ننهي وياكم هذا اللقاء الجميل ويا اخونا ابو امير من يوميات صباحيه في شوارع بغداد جانب البنوك. تحياتي لكم، ونشوفكم فيديوهات اخرى، ومع السلامه. هذا طبعا جانب القناه، شوفوا الالوان الحلوه، الخضار، اكو تعمير، اكو ترميم، اكو اهتمام من البلديه، بس يحتاج ايضا وعي من الشعب، مساعده البلديه انه عدم رمي الاوساخ بالشارع، لان هذا ملك الجانب العام، وهذا منظر لثقافتنا احنا، واحنا مقبلين على كيس الخليج وهاي الاشجار الحلوه اللي تشوفوها اللي هي النخيل. خلينا نهتم بالزراعه والتشجير خاطر نتجنب التصحر بالعراق، خاطر ايضا نستقبل اكثر عدد من الزوار الاجانب الى بلدنا العظيم العراق، بغداد الحبيبه وزياره الائمه. واتمنى كل الشعب كل الخير والمحبه والموفقيه. احنا الان من اعلى جسر البنوك، وتحتنا اللي هو القناه، شوفوا يعني احنا اجواء سريعه ما شاء الله، تلافينا الازدحامات،
والسير متنظم. وهاي هي امامكم الصوره. نشوفكم بلقاءات اخرى ومع السلامه. طبعا بعد ما نزلنا من التيك توك هسه متوجهين ان نصعد من يم جانب الموال بالكياف خاطر نروح الى زيونه. تعالوا وياي خل اخذكم وشوفكم. طبعا بعد ما نزلنا من التيك توك يا اصدقائي اللي هسه نزلت الى جانب الموال، انا حاليا في الموال وراح ابدي اصعد الكيات خاطر اروح اوصل الى زيونه. نشوفون هاي امامكم الهورنات والبلاي. خلينا نشوف الاجواء. خلينا نعبر شوارع بغداد. هاي هي امامكم، شوفون هاي الاجواء. هاي الاجواء جميلة. السلام عليكم بغداد. يا الله، هسه حاليا صعدنا بغداد جديدة. طبعا بالنسبة للطرق والشوارع هنا في بغداد يعني عادة بعد الساعة 8 تكون مو مزدحمة. حاليا احنا متجهين الى مدينة زيونة من ساحة الموال. وهي هي شارع فلسطين، وهاي الهورنات الحلوة. اي تضامنا وياي.